ركز يا حمدة اللي فيها لا حول ولا قوة الا بالله. يا حمدة قلنا لك اللي فيها هواء يا حمدة الاكسجين ما تعرف. ركز يا حمدان اللي فيها ما تدري. اقول لك خلاص يلا صرفه يلا شوية يلا. يا جماعة أول ما توصل بسمع لها تحية. وخطير تحية كبيرة 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 لطيف. يا سلام يا طيف. يعطيك العافية يا طيف. طيف أنت شايف الجمهور متحمس صح؟ طيب وش رأيك في الجمهور اليوم؟ حلوين. طيب إيش تبغى تقدمي لهم هالفقرة الثانية هذه؟ ليش القهر؟ ليش القهر؟ يا سلام صح على توي شايف المدرس كان معصب مقهور صح؟ أنت اليوم حتعطينا شو دفع عنوان ليش القهر صح؟ مين هذا يا جماعة؟ دقيقة ايش عندك يا مصلحة ابو اخي؟ يا هلا وايش اخبارك؟ يا مرحبا خشمك كيف يعني؟ خشمك كيف يعني؟ خشمك خشمك ما خشمي؟ يا ساتر دقيقة 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 يا دقيقة يا لا 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 اعلى صوت قاعد فوق زهراء تعال يا زهراء اللي اختار زهراء يرفع يده فوق يا سلام ما شاء الله تبارك الله شايف معايا طيف؟ طيب يعطيك العافيه يا اساور زهراء عفوا زهراء انا مدام جيبوا انا سياره بعدين انا شكوا هذا سياره بعدين يجي واحد حرب قاعد زي بينا سكايبي قال ما هذا واشطر زي كذا بعدين هو تقول سمك سياره سياره تعال يا سلام اعطونا تحيه كبيره يا جماعه اللي شاركوا معانا الله صراحه يا جماعه تحيه كبيره وين؟ لا 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 يا سلام يوم العافيه اللي فازوا معنا وايضا الف 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 مبروك الف مبروك هديه بسيطه مقدمه من امانه منطقه المدينه المنوره والطفله المبدعه والمتميزه دائما طيف الزهراني نجمه من طيور من نجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه كما هو ملاحظ الحقيقه ان في عدد كبير من الزوار وايضا من مختلف الأعمار وتكرار الزيارة يعني العدد الكبير هذا بدون شك فيه عدة عوامل يعني ساهمت فيه. الموقع الحديقة بشكل عام الحديقة المركزية هي مكان الحقيقة ترتاده الأسر والعائلات بشكل مستمر. المهرجان كان مرة حلو وكان فيه فعاليات عجبتني وكان الطيف الزهراني فيه وغنت وسووا مسابقات والمسابقات مرة حلوة وتفرجت على أنحاء المهرجان وكان في فعاليات مرة عجبتني ورحت عند الزهور وشفنا الزهور وحطوا مكان عشان الناس يشوفون منه الزهور وكان المهرجان مرة حلو.